تحتفل مملكه البحرين والدول العربيه اليوم بالذكرى ال 78 لتاسيس جامعه الدول العربيه. نعم، فمثل هذا اليوم من عام 1945، تم التوقيع على ميثاق جامعه الدول العربيه التي جاء انشاؤها اثباتا للصلات الوثيقه والروابط العديده التي تربط بين البلاد العربيه كافه، وحرصا على توطيد هذه الروابط وتوجيهها الى ما فيه خير البلاد العربيه وصالح احوالها وتامين مستقبلها. وضعت جامعة الدول العربية في مقدمة أهدافها توثيق الصلات بين الدول العربية والحفاظ على استقلال الدول الأعضاء وتنسيق الخطط والسياسات بين الدول الأعضاء وتحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وحماية المصالح العربية والتعاون مع الهيئات الدولية لكفالة الأمن والسلام وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. وتعتز مملكه البحرين بقياده جلاله الملك المعظم وبدعم ومسانده من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بانتمائها العربي وتفاعلها الكبير مع قضايا الامه العربيه وهمومها وحقوقها ودعم قضاياها المصيريه وتفعيل وتطوير اليات العمل العربي المشترك والمنظمات الاقليميه وفي مقدمتها جامعه الدول العربيه كضرورة قومية ملحة تفرضها التحديات الراهنة. هذا وانضمت مملكة البحرين إلى جامعة الدول العربية في الحادي عشر من شهر سبتمبر عام 1971 وساهمت منذ ذلك التاريخ وعلى مدى عقود بفعالية في أعمال الجامعة وأنشطتها مع التزامها الأكيد بميثاقها ومبادئها. فقد ترأست المملكة القمة العربية الخامسة عشر في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال شهر مارس عام 2003، وترأست العديد من اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري. ان الحفاظ على جامعه الدول العربيه باعتبارها تشكل اطارا عربيا معبرا عن رغبه الامه وشعوبها في الوحده والتضامن وتطوير الياتها واجهزتها وادواتها بما يجعلها اكثر قدره على الدفاع عن المصالح العربيه المشتركه هي اولويه لمملكه البحرين للدفع بالعمل العربي المشترك قدما الى الامام